السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها لكم قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل هو تشييع الناشط فاهم الطائي الذي اغتالته الميليشيات في محافظة كربلاء، التشييع من قبل أهالي مدينة كربلاء لهذا الناشط المدني الذي تم اغتياله يوم الأحد عن طريق هذه الميليشيات التي الآن تعمل على خطف واغتيال الناشطين المتظاهرين في كافة المحافظات العراقية التي تشهد تظاهرة وتشهد تواجد للمدنيين وكذلك للناشطين المؤثرين، إن كانوا مدنيين إن كانوا إعلاميين صحفيين أو غيرهم. هذه الآلية الآن متبعة من قبل من يسمون حكوميا بالطرف الثالث وهم معلومون للجميع. الآن هذه الميليشيات وفرق الموت والاغتيالات والخطف تعمل الآن كنوع من أنواع الترهيب للمتظاهرين، محاولة من المحاولات المستمرة لوأد هذه الثورة ومحاولة لكسر المتظاهرين، لكن هذه الأفعال تدفع المتظاهرين إلى مزيد من الغضب، تدفعهم إلى الإصرار أكثر على الاستمرار في ساحة التظاهر من أجل تحقيق هذا المطلب المهم بإسقاط النظام وكذلك الخلاص من كل هذه المظاهر البشعة التي يشاهدها العراقيون ويعيشونها يوميا في سواء في المظاهرات أو في خارج المظاهرات. هذه المظاهر موجودة منذ الاحتلال، هذه المظاهر دمرت كثير من الأسر العراقية، اغتالت وخطفت الكثير من الآباء والأبناء والأشقاء العراقيين، نساء أو رجال كانوا هم مستهدفون إن كانوا يقفون بكلمة حتى رافضة لهذا الوجود الحزبي التحزبي الميليشياوي الطائفي لحكومات ما بعد الاحتلال التي دمرت هذا البلد. نتابع مع حضراتكم الآن حديث شقيق الناشط الشهيد فاهم الطائي، فنشاهد. ما بيكون خير، ما اللي تقدرون تحمونه؟ اعطونا امر نحمل السلاح نحمل نفسنا، يعني ما يصير احنا مثل الغابه يجينا خفاش الليل او ضبع الليل، زين؟ ما يصير، احنا اما بيكم انتم تقولون حقين زود احمونه وتطلعون دم كل شيء مو بس دم اخويا، تقولون لا احنا ما نقدر وهذا الوضع، هذا حدنا احنا عندنا سلاح ونحمي نفسنا. وقرار من تتهم؟ انا والله هسه الاتهام يعني حتى الان انا ما جاي اعرف، بس قال ابو ياسمين قال يعني حتما تابعين الجهه. شلون استشهد؟ قتل منظم. شلون استشهد؟ قتل منظم لاحقين، واني اطالب قياده كربلاء واطالب كل مسؤول بكربلاء ان ياخذ التصوير مال السيطره، سيطره البارودي، اكو كاميرات، اي تصوير تشوف هذول شلون سبحان الله يطبون شايلين سلاح كاتم، سلاح الكاتم عليه اربع ارهاب اللي عرفه شلون سبحان الله؟ منين فوتوه؟ زين احنا بغابه واحنا بلد، زين احنا لسان اخوه، انا حشيت وما حشيت، طلعت على طريق النجف اغتالوه خارجي بس كربلاء. مشاهدينا الكرام معنا السيد ابو احمد من مدينه النجف، اهلا بك ابو احمد تفضل. اهلا بك يا اخي، حياكم حياكم. اهلا وسهلا. عزيز انا موضوع الاغتيالات، من المتسبب ومن المسؤول؟ نحن نلاحظ ان بعض سقوط بغداد بيد الاحتلال دخلت فرق الاغتيالات من ايران. اول من دخلت هي التي كانت من ضمن اطار الاغتيالات منظمه سيل اكبر. نعم. الاتفاق قاتلت العراق ثلاث سنوات. احمد طبعا هناك مشكله في صوتك، نحاول ان نسمعك قدر المستطاع لكن الكلام سيتاثر بهذا التقطيع، حاول الاتصال بنا مره اخرى. ما فهمناه منك الان ان هذه الفرق، فرق الاغتيالات وفرق الخطف التي تنتشر الآن في العراق، دخلت منذ الاحتلال عن طريق إيران وأبرزها منظمة بدر كما تفضلت، هذا ما فهم حتى اللحظة، لكن الصوت فيه مشكلة في التواصل معك بشكل واضح، وبالتالي نتمنى منك أن تعاود الاتصال بنا مرة أخرى لعل وعسى أن يكون بشكل أفضل. نحن نعلم مشاهدينا الكرام أن التضييق الآن على العراقيين في الداخل، على شبكات الاتصال، على خطوط الإنترنت وغيرها هي مستمرة حكوميا، وبالتالي هي أيضا محاولة من المحاولات
قمع الحريات وكذلك تكميم الأفواه بمنعها من إيصال صوتها إلى الخارج. من معنا؟ السيد أبو عبد الله من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. حياكم الله يحييك أخي محمد. طبعا قيس الخزعلي أظن العراقيين سمعوا تصريحاته القذرة اليوم يهدد بقمع المتظاهرين غدا. طبعا هو يعني يتحدث بلغة على أساس أن هناك يحصل فتنة وقتل وتدمير. طبعا يعني المتتبع للأحداث السياسية في العراق وقيس الخزعلي كزعيم عصائب أهل الباطل، يعني رأينا ميليشياته صورة وصوت ماذا فعل بالعراقيين سواء كان في موصل أو في صلاح الدين أو في بغداد. فالتناقض الشديد، يعني هناك داعية يقف خلفه، فنريد يعني الشعب العراقي يعني الآن انكشف القناع عن هؤلاء الوجوه القذرة الموالية لإيران. ويعني العراقيين الحمد لله توحدوا شرقا وغرب، يعني العراقيين يعني توحدوا ضد الصفويين الإيرانيين الذين من 2003 يقتلون ويسرقون، والشعب العراقي يعني يتذبح جوعا. طيب انا اسالك يا ابو عبد الله الان. نعم. هذه الحكومه، يعني احنا نسال هذه الاسئله لانها الاسئله الواجب طرحها في هكذا وضع، يعني هذه السلطه التي تتحدث الان عن فكره حمايه المتظاهرين، هذا المصطلح او الجمله التي قيلت من شخصيات حكوميه متعدده، اين التطبيق على ارض الواقع؟ احنا بدنا نشوف اليوم هذه الفرق، فرق الاغتيالات والخطف منتشره، والحكومه واقفه تتفرج، القوات الحكوميه بعضها يسحب سلاحها وبعضها اصلا تسحب من المناطق التي تدخلها الميليشيات. شنو الدور الحكومي في حمايه ارواح الناس والمتظاهرين تحديدا؟ يا اخي محمد، هو الحكومه المتعاقبه كلها يعني المتتبع للاحداث السياسيه وعلى ارض الواقع كلها يعني قتل تدمير وسرقه المال العام، فالشعب العراقي انتبهت الى هذه النقطه. فهذه الكلام يعني لا يمكن ان الحكومه كيف يدافع عن شعب وهو يقتل الشعب، كيف بحكومه ان يعني يسرق المليارات ويحولها الى ايران والى اوروبا ويشترون. فالشعب العراقي وصلت الى مرحله انه لا يمكن ان يتراجع بساحه التحرير حتى يقضوا على الحكومه يعني الشعب العراقي الحمد لله بدا يعني الان لن يتراجع، والحكومه كلها يعني الحكومه يعني كلها قتل وتدمير، وتصريحات الحكوميه لن يعني لا يغني ولا من جوع، يعني الحكومة العراقية الشعب العراقي لن يتركوا ساحة التحرير حتى يقضوا على المنطقة الخضراء والحكومة. شكرا أبو عبد الله، وضحت الفكرة، أشكرك. كنت معنا من لندن. معنا السيدة أم فرح من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي؟ أهلا وسهلا أم فرح، تفضلي، حياك الله. أنا عندي مناشدة لحضرتكم. نعم. مناشدة للناس الخيرة. تفضلي. وإن شاء الله ما تخسرون. أنا أختي انخطفت. مخطوفة. إي. طلعت من البيت واختفت. وصار لنا 11 يوم ندور عليها. طيب. أم فرح، احكي لنا أكثر التفاصيل، هل هي مشتركة بمظاهرة حتى تكون مثلا هذا السبب لخطفها؟ عندها مشكلة؟ عندكم مشكلة؟ إي نعم. لا، راحت اكثر من مره للمظاهرات وشاركت بالمظاهرات، كانت توزع كمامات للمتظاهرين. نعم. عندكم يعني العد. تتوقعين اكو احد تعرفوه مثلا هو المترصد؟ ما نعرف. ما نعرف يا اخي، ما نعرف. البنيه اختفت وما نعرف اي شيء بعد، وهاي صار لنا 11 يوم، بس الله يعلم حالنا. نعم. تواصلتوا ويا طرف حكومي تناشدوه او يعني تحاولون تشتكون؟ ناشدنا، رحنا لمراكز الشرطه، ما حد يا اخي، ما حد يعني نقول لهم قولوا نروحوا محكمه ونزلوا وصعدوا، وهاي كلها اجراءات تطول، صحيح؟ ومو احنا مو تقول يعني احنا عندنا ظهر قوي. نعم. احنا هم ناس فقره،
وعلى قد حالنا. لمن تناشدين يا أم فرح؟ والله الناشد الناس الخيرة، الناشد إذا 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 كانت مخطوفة أو كانت أكو جهة يا ريت، يعني هي والله العظيم طفلة. نعم. طفلة والله كل شيء ما تعرف. أم فرح أنا أريد أسأل حضرتك، أريد أسأل حضرتك إذا كان باستطاعتك إنه تقولين تذكرين اسمها الكامل حتى لعل وعسى إنه ذكرى يفيد في إيجادها يعني. نعم نعم اسماء سعيد من بغداد البغدادي. الصوت تقطع يا أم فرح، ممكن تعيدين؟ أي نعم، اسماء سعيد داود. نعم. من منطقة البغداد الجديدة. نعم. صار لنا 11 يوم بندور عليها، ما خلينا مكان ما رحنا دي، البنية اختفت. ولا جانا اتصال ولا قالنا بتنا يومكم مثلا بتكون يمنا، ماكو. نعم. أم فرح أنا أتمنى يكون صوتك ومناشدتك وصلت، وكان الله بالعون طبعا أولا وأخيرا على هاي المأساة اللي تعيشوها. نتمنى السلامة لبنتكم، ويعني إن شاء الله الله يفك أسرها من هذا الظلم وهذا الخطف الذي وقع عليها بهذا الشكل، لأنها فقط كانت تساعد المتظاهرين في إعطائهم كمامات لكي يلبسوها حماية لهم من الغاز المسيل للدموع الذي أذى الكثير أو أذى الكثير من المتظاهرين. شكرا يا أم فرح. معنا السيد باسم، تفضل باسم. سيد باسم هل تسمعني؟ أخذنا الاتصال مع سيد باسم. معنا السيد محمد من هولندا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أخي محمد وقارك والكلمة الشريفة. حياك الله. حبيب محمد، يعني كل يعرف اللي قوم باغتيالات باينين يعني. نعم. حزب الشيطان، حزب الله، وعشان هذا الباطل على الحق وفريق بدر. نعم. هم اللي قوم باغتيالات. يعني ممكن رأي عليهم يعني. حتى قبل بعضهم قوى اعتراضات موجودة في اليوتيوب محمد. نعم. هم دول قتلوا منه دم بارد. اليوم يطلع قيس الخيل العادي يشتغل عن طلبة متخرجين أخ محمد. هو طبعا إنسان أمي ما يفتهم شيء. يقول أنه الغراب عن الدوام هذا إرهاب، يعني يوصف يعني متظاهرين إرهابيين. نعم. مشاغبين أعتبرهم، يعني يوصف في أنه يعني يوصفهم بإرهابيين. هو أكبر مجرم يدخل الناس بالشوارع بدون بارد. مجرم يدعي المتظاهرين بإرهابيين، هو أكبر إرهابي وقيس العادي. سيد محمد، ليش كل ما تصير حادث بالعراق، يصير حادث مثل هذه الثورة الآن التي يعيشها العراقيون، تطلع فرق الموت والاغتيالات من تحت الأرض وكأنه بسلاحها الكاتم، بسيطرتها على الشوارع، بقدرتها على الخطف والاغتيال بهذه السهولة، والحكومة واقفة هي قواتها تتفرج. ليش كل ما يصير أكو حدث من شأنه أنه يغير شوية بالواقع، يعني يعدل يصلح، تطلع هاي الفرق اللي تسميها الحكومة مجهولة الهوية وهي معلومة للجميع، تطلع تبدأ تختال وتخطف وغيرها؟ حبيبي هم ما يدون هذا الوضع يتغير محمد، ما يدون القتل يتغير، السرقة، النهب، الظلم. هم كانوا يجدون بالشوارع ساعد المليارات محمد، يتخبروا فالوضع هذا ما يخدمهم، فأكيد يقتالون مصدين، يقتالون حتى النساء، حتى النساء الجبناء ويقتلون في اعتيادي. هذا وضع خادمهم أخي محمد، مستفادين منه، فمستعدين ومدربين، مدربين ومنظمين قتل الناس. وشكرا. نعم. محمد وقناتك الكريمة، وتحية. شكرا لك بحق. سيد محمد من هولندا. معنا عثمان من أمريكا. عثمان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الفاضل، طبعا اليوم نحن في مرحلة مصيرية ونقطة تحول في البلد بشكل عام. وهذا الكلام الموجه إلى كل الناس الذي يقول فيه لساحة التحرير جموعنا تسير، من ساحة التحرير قررنا المصير، الشعب يقطع عهدا للبلاد، ثرواتنا حق لنا تعاد، فالويل للطاغوت من غضب الشباب، فصوتهم فاق صوت الزنان. اليوم وأنا أتابع
الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني حقيقة وقفة كبيرة ومشرفة، وسوف نبقى نفتخر بها جميعنا سنة وشيعة كل العراق بكل أطيافه. الباصات يا أخي مجانا من الناطرية، من الموصل، من كركوك، الصور تجينا من الرمادي، من البصرة، الصور تجينا. لكن احنا بصراحة هذه الحكومة الملعونة لا نستطيع أن نثق بها، فلا بد من توجيه من خلالكم، من خلال قناتكم الكريمة، أنه يعني مع كل أربع باصات مثلا سيارة بها أشخاص ثلاثة تقريبا متابعين هاي الباصات، يعني يمكن يخطفون الناس، يمكن يودوهم إلى جهات أخرى. يعني تعرف شلون يعني هذا، يعني المظاهرات إحنا ما نريدها تسرق من الشعب، من الشباب، من الناس اللي طالعة يعني لاسترجاع الحق. لابد من توجيه، لابد من وجود ناس يعني تعرف كيف تنظم هاي الأمور. والحمد لله الأمور كلها ماشية بشكل جيد. سيد عثمان، تعتقد أنه عمليات الخطف والاغتيال المستمرة الآن المستهدفة الناشطين، متظاهرين، صحفيين، إعلاميين وغيرها، تعتقد أنه هي تأثر على معنوية أو روح التظاهر بالنسبة للمتظاهرين الموجودين الآن في الساحات؟ بالعكس هو التأثير راح يكون سلبي عليهم هم، لأن هم حقيقة أنا أسترجع تحليلي ودائما أكد بأقول عند فقدان الحلول يضطرون يعني يعملون هذا الشيء، قتل، خطف وتهديد، لأن ما عنده حل، لأنه كلهم ما عندهم رأي واحد، هم عبارة عن مجموعة من حرامية جو اسمه الحكم وأسعى الإطالة. وربي يحفظكم وشكرا لكم يا من وقفت مع جميع التظاهرات منذ 2010 وإلى الآن. يعني بصراحة متابعين واجبنا هذا يا عثمان، الروح الوطنية هذا دورنا وواجبنا. الله يبارك فيكم، متابعين لكم دائما. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا عثمان، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أما بالنسبة إلى هذول الناس المعتوهين اللي يختطفون الناس الأبرياء، هم معروفين كل الزين. وإذا تقول حكومة، إحنا ما عندنا حكومة، هم كلها عصابات، واحد يدفل بحلق الأخ، كلهم نفس السوء، يعني مشتركين بكل جريمة قامت من 2003 إلى الآن، وكل ما صار في هذا البلد. فهم إذا يطلع إذا الخزعلي يطلع يهدد فهو أكبر مجرم، وإذا السليماني وجماعة هادي العامري والحكيم وكل من عنده منظمة، كل واحد عنده جيش من العصابات ويقتلون هالناس المتظاهرين اللي هم شعروا ان هذول الناس طلعوا شعروا انهم مظلومين، انه اموال الدوله نهبت الى ايران، نهبت الى ايران، والحكومه ايرانيه مصدرها ايراني، من اول حاكم حكمنا الجعفري الى اخر حاكم هسه موجود، كلهم تابعية إيرانية، وكلهم عندهم ثلاث جنات وجنسيتين. وهنا يعني دي يبرهنون على أنهم يعني هم السكوت مالتهم يبرهن لهم الرضا، أنهم راضين أنه على قتل هالشباب الموجودين اللي انتفضوا حتى يردون يصلحون ما فقدوا من هالسنين اللي راحت وهالفلوس اللي انهدرت. لكن لا، احنا نقول احنا ندعم هذول المتظاهرين والله ينصرهم ودعانا لهم، وطول ما عندهم هالعزيمة وهالقوة والإرادة إن شاء الله هم منصورين، وإن شاء الله هذول جبناء إيران وذيول إيران وذيول أمريكا وإسرائيل كلهم إن شاء الله يروحون إلى خبر كان، كلهم يرجعون وين ما كانوا حفاي، وين ما كانوا اللي بيعسبح واللي كان يقدي واللي كان كل ما عنده جهنانة بأموال الدولة، مصوا العراقيين، مصوا
باموالهم باقوا نفطهم، باقوا خيراتهم، باقوا كل شيء. بس انا اقول يعني هذول ما يخجلون، ما يخجلون لما الدنيا كلها، العالم كلها قامت تحجي عليهم، كل المنظمات وكل رؤساء الدول تحكي عليهم، ما يخجلون. شلون يعني ما يقولون احنا شو راح يراون وجههم الى البشريه اذا هم بشر؟ بس انا اتوقع هذول لا ضمير ولا ذمه ولا اخلاق، ولا هم عندهم مبدا اصلا، مبدا بس البوق والنهب والاستهتار. شكرا يا ام ازهار، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكره. معنا ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم سيد الكريم. وعليكم السلام. تحية لحضرتك وتحية إلى ثوار تشرين. هم دائما يثبتون أنهم على حق لأن كثر أهل الباطل عليهم. واللي يحدث هالأيام هو هذا دليل على فشل وإفلاس كل زمر الفساد الموجودة في العراق. اليوم لا يعني لا أقبل من أحد أن يقول الحكومة والحكومة. اليوم لا توجد لدينا حكومة. اليوم توجد لدينا سلطة، سلطة ميليشيات تحكمنا. وأعتقد أنه تصريحات الأممية الآن وتصريح المؤتمر الثلاثي لبريطانيا وفرنسا والدنمارك هذا دليل على أنهم أبلغوا عادل عبد المهدي رسالة قوية. فأصبح هناك التخبط السياسي من وزير الخارجية يستدعيهم ويقول والله أنتم يعني اخترقتوا اتفاقية فيينا، أعتقد حسب ما قال. بينما هو تناسى الفقرة أو المادة التاسعة، الفقرة باء من الدستور، اللي تقول أنه يمنع تشكيل أي مجاميع مسلحة خارج القوات المسلحة. واللي هم الآن مكملين هذه، مسوين هذه التجمعات. كذلك الفقرة 18 أعتقد من الدستور اللي تقول لا يحق لمن يتولى المسؤولية في الدولة أن يجمع بين جنسيتين. وهم لم يتنازل أحد منهم عن جناسيهم غير العراقية. قبل لا يفتش عن اتفاقيات العالم نفذ اتفاقيات الدستور العراقي الموجود اللي هو وثيقة شرف، إذا كان يعني أعتذر عن هذه الكلمة، إذا كنتم تملكون الشرف أن تفاوضون الشعب العراقي، هذه وثيقة شرف بينكم وبين شعبكم. يعني أبو علي حابب أسألك، كم مرة كل المسؤولين اللي صاروا برئاسة الوزراء من الاحتلال وغاية اللحظة لغاية عبد المهدي، كم وعد انطوا للعراقيين امام الراي العام المحلي والدولي، واصدروا قانون قرار بحصر السلاح بيد الدوله وماكو شيء يتنفذ؟ يعني هاي الشخصيات او هاي الاحزاب، هل ممكن واحد يرتجي منهم انهم يحققون شيء، ممكن ينفذون وعد من هاي الوعود كلها اللي اعطوها، وخاصه قضيه حصر السلاح بيد الدوله؟ هل استطاعوا؟ سيد الكريم تسمح لي بس اوضح شيء. هناك فرق بين حصر السلاح بيد الدولة وبين سحب السلاح. حصر السلاح عفوا هم سووه من 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 شو اسمه العبادي، من ضم الميليشيات اللي تكونت بما يسمى المانشيت العريض الحشرة الشعبي، ضمها للدولة بقانون او قرار غير دستوري. هذا هنا هو نفذ حصر السلاح بيد الدولة. لانه هو جمع السلاح خلاه الدولة ككائن، لكن هو المفروض هو سحب السلاح الى يد الدوله. اي ممنوع اي شخص يحمل سلاح خارج نطاق الجيش والشرطه، وهذا مستحيل يتنفذ الكريم، لانه هم يعني بلا هذه الميليشيات لا يستطيع ان يحكمون الشعب العراقي. فلذلك الثوار هم من سيسحب السلاح من يد هؤلاء، حشاكم انتم حشا السامع السفله، الى يد الجيش العراقي اللي لحد الان نرجو به الخير ان شاء الله. شكرا ابو علي، كنت معنا من واسط، شكرا لك. أبو أحمد من النجف، تفضل يا أبو أحمد. الله يجزيك فضلك، الله يعزك. حياك الله. يعني معلومات من داخل الحشد، نحن بيناتهم ونشوف جوارينهم أخوانهم المنتسبين بالحشد، معلومات جدا خطيرة. قلت إن الطلعات الإيرانية بقيادة مسجد واحد اسمه أفرام إيراني، اسمه أفرام إيراني، أتى مدينة الديوانية، فالتقى مع احد منظمة بدر، فاقتادوا فاتجهوا الى مدينة الحلة، ثم توجهوا الى بغداد. هذا المعلومات اتت من حجي موسى يداوم بعصائبها للحق. حجي موسى يقول اجتمعت بكل الوية
في العراق، يعني ما بالقيادة الميدانيين، بالاستخبارات. إذا هناك أمنية تدبر ليوم غد. نعم. مسرحية واحدة من الثورات. ولا ننسى نحن من النجف أبويا. نعم. جاء محمد باكر الحكيم، هو عميد الإيران، هو قاتل بلد اختلف مع الولي الفقيه اختلافات. فالاطلاعات الإيرانية ثلاثة، الناس كلها تعرف يا عمي. نعم. ولكن الأمر الآن بدأت المؤامرة، ورجع الحاج حسين أعطوا عند محاكي الاقتصادية مع الحصائد بالموصل، هم دزوا عليه، دزوا عليه أحد واجهة ومسؤول مكتب اقتصادي أن بالعمل حصائدها بالعمل السري هو مسؤول اطلاعات واغتيالات. نعم. منظمة بدر لها تاريخ من كل الفصائل الحشد الاغتيالات، لأن منظمة بدر لأنها في مركز خاتم الأنبياء، هذا أحد مناصري بدر يسر. نعم. ذهب إلى منطقة مركز خاتم الأنبياء التعليمات والعملياتية. وأما أنا سمعتك تقول هل ستلبي أبو أحمد؟ طبعا المشكلة الصوت، صوتك بمشكلة يا أبو أحمد، بدنا نحاول نفهم منك قدر الإمكان. أشكرك للمشاركة، فهمنا اللي نقدر عليه من ما ذكرت. نتمنى إذا كان باستطاعتك أن تشارك ويانا يعني مرة أخرى من مكان آخر، من خط آخر، حاول مع رقم آخر، لعل وعسى أنه نفهم حتى نكمل الحديث معك، نفهم أكثر شنو اللي تريد توصله بالضبط. لكن مبدئيا فهمنا الكلام اللي دار من حضرتك قدر المستطاع طبعا. طيب نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام الآن، ومن بعده نعود لنكمل الحديث في موضوعنا لهذه الحلقة، ابقوا معنا. شو وقت تكون عراق؟ مناني عايف عياتي وجايس عف اخواني الثوار، مناني عايف دوام وواقف ويا اخوتي بالمطعم التركي، من ننقل الحقيقه بدون تزييف وما بيع اخوان الثوار، من نجمع ملابس اخواني المتظاهرين واغسلهم، مناني ما اقدر اطلع من البيت بس ادعم اخواني على السوشيال ميديا، من ننقل المتظاهرين واسعف الجرحى وبدون مقابل، من انا اطلع وحدي ومحتاج قاضي يطلعني، من ما اعوف ولدي بالتحرير جوعاني، من ما ساوم على دم ابنائي، من تكون التحرير هي مدرستي، من اجمع مصروفي وأودي المظاهرات، من أجل التحرير أنا عراقي، 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 من أجل التحرير أنا عراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نقرأ بعض الرسائل التي وردت على الواتساب لكي نواكب مع المشاركين. نبدأ من السيد أبو علي من السعودية طبعا، يقول السلام عليكم، أتمنى من جميع المتظاهرين أخذ الحذر، لأن المجرم الخزعلي عارف أنه ما عاد له قيمة في العراق، ولا تنسون دماء الشهداء أمانة في أعناقكم، واصبروا ورابطوا والنصر لكم بإذن الله. شكرا يا أبو علي. عماد فيصل من الولايات المتحدة يقول تحية إلى قناة الرافدين الوطنية، تحذير إلى الثوار الأبطال الانتباه إلى خطة خبيثة لتحويل التظاهرات إلى العنف وبث الإشاعات للزحف نحو المنطقة الغبراء، انتباه انتباه، دماءكم غالية، الله يحفظكم والرحمة لشهداء تشرين. رسالة أبو محمد من ذي قار يقول تحياتي لكم، مشتاق لك أستاذ محمد. شكرا يا أبو محمد. يقول وين معتقلي الثورة؟ الحرية للمتظاهرين العراقيين، الحرية لصناع الثورة، خطفتهم الميليشيات حتى تخفي الحقيقة، تخطفون واحد يطلع عشرة وراء، والله ما تخلصون من عندنا. شكرا يا أبو محمد. رسالة تقول السلام عليكم، نحن أكثر وعيا من تصديق جيوشهم الإلكترونية ببث الإشاعات، غدا موعدنا، سنزيلهم إلى مزبلة التاريخ عملاء، أخوكم أبو عباس من واسط. السلام عليكم، أول شيء تحياتي لقناة الرافدين، قناة العز والثورات، أخوي عندي رسالة أوصلها للشعب العراقي باكر، أملنا الوحيد ثقوا بالله، إذا هاي الثورة فشلت بعد العراق ينتهي، آخر فرصة لنا يا شعب العراق، اطلعوا كلكم باكر، فرصتنا الأخيرة، إذا فشلت هاي الثورة قسما بالله الأحزاب ما ترحمنا بعد. رسالة تقول السلام عليكم، تحية خاصة للقناة، ربي يحفظكم والله يرحم شهداء العراق، وأتمنى
باقي المحافظات تشارك بالمظاهرات ونصير ايد واحدة ان شاء الله. وياكم ابو ملاك المحمداوي. ابو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. امر الثورة والتظاهر محتوم ومحسوم ومحصور بعد الاتكال على الله والشعب في ساحة التحرير بدون تعويل على المنظمات الدولية. ساحة هي من يقوم بتشكيل الحكومة من داخل الساحة، ورجال الساحة هم يكفلون الحكومة المنتخبة وحمايتها. والله ناصر الثورة ورجالها، والسلام عليكم. شكرا لك. رسالة تقول: إن شاء الله باكر نصر الشعب العراقي من الفاسدين. أبو حسين من الأحواز، شكرا لك. تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق، مشتاقين أستاذ محمد الغالي، شكرا جزيلا. هل العالم أصبح لا يرى أو يسمع؟ الشهداء يملؤون الشوارع والسياسيين مجرمين وقاتلين. تحياتي أخوكم الثائر عليل سبتي حميدي من ذي قار. فاتن من ألمانيا تقول: مساء الخيرات بقناة الرافدين الشريف، تنقل الأخبار صحيحة، بس أريد أقول هذول اللي هجموا على المتظاهرين في السنكم الميليشيات، شنو فارق بينهم وبين داعش؟ لأنه داعش هم هجموا بالبيكامات، هذول أهم دي هجمون بالبيكامات. وشكرا على كل كادر الرافدين، شكرا لكل كادر الرافدين، شكرا لك. صفا من النجف تقول: السلام عليكم أخي، نريد دور الحكومة بالحفاظ على أرواح أولادنا، شنو دورها وأولادنا ينقتلون أمام عيونهم؟ ماكو هيجي مهزلة. من أول يوم في المظاهرات والمتظاهرون يقتلون على يد القوات الحكومية بكافة أنواعها وتشكيلاتها وصنوفها، استهدفتهم. ثم بعد ذلك تدخل هذه الميليشيات داخل ساحات التظاهر طعنا بالسكاكين، وتحمل السلاح عليهم في مرة أخرى وتستهدفهم، وقناصة وغيرها، كلها أشياء حدثت أمام أنظار القوات الحكومية، هي ترى تسمع تشاهد وتقف ساكتة، نقول عاجزة أو نقول متواطئة، يعني في الحالتين هي تتحمل مسؤولية الأرواح التي تسقط الآن من المتظاهرين. سيد مبروك من الإمارات، تحية لك أخي محمد. من يقتل المتظاهرين العزل أمام أجهزة الدولة هم أجهزة القمع الميليشيات في ساحات التظاهر، شكرا لك. من معنا الآن؟ معنا السيدة أم علي من السويد، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيي هاي القناة، أهلا وسهلا، قناتكم اللي تنقل يعني كل شيء كل شيء كل شيء بلحظة بلحظة، والله يبارك بيكم والرحمة على شهدائنا، والله يصبر أهلهم يا رب. نعم. أريد بس هاي كم كلمة أوجهها. تفضلي. أنا حسب أنا ما أفهم لا أنا سياسية ولا شيء، بس متأكدة 100% اللي ورا هالاغتيالات، أنا أتذكر بالأربعين مات الحسين عليه السلام، دزوا آلاف الإيرانيين دخلوا للعراق، وذاك اليوم سليماني دخل 550، وهسه دخل 200 وكسر فاطميين ما أعرف منين، كلها إيران. البرلمان شطرنج من يحركها إيران، وإذا جاوزوا عنهم عن الحركة يدمروهم يقتلوهم، فدولة خايفين البرلمان. أنا دا أقول لك دولة يتحكمون بيهم، هاي وحدة. وأريد أعرف بس أريد أسأل بس سؤال واحد، شلون القوات الأمنية وصلت للأسرة مال السنك ودولة المعصبين واللي محجوزين، شلون وصلوا؟ إذا دا يوصلون، منو قال لهم بفلان مكان هم؟ إذا شنو تقصدين من هذا الكلام يا أم علي؟ ها يعني أنا والله قلت لك أنا لا بالسياسة أعرف ولا عادي، بس أنا هذا عقلي دي يقول. شنو اختطفوهم وذبوهم مدري بالمطار المثنى مدري وين مدري وين. طيب شو زين شو صار اتصالات؟ قال لك هاي الحفر ما قال لهم، قالوا الإيران للذولة ما أعرف شحكي هسه، قالوا لهم الحقونا، ترى صارت العالم تحكي علينا الحقونا يا معودين وينهم، يمكن قالوا لهم دروح نشبوا. يعني تقصدين يا أم علي تقصدين أنه طالما هاي القوات الحكومية عندها القدرة مثل ما تشيع
قدام الناس انه هي عندها القدره الاستخباراتيه انه تعرف وين المخطوف، ليش ما تتدخل من البدايه وتحمي الناس؟ مو هذا الكلام؟ لا شلون تحميهم؟ شلون تحميهم فدوى؟ هم باخر لحظه دا يسوون صفقات، يقول لك يلا هل نقدر عليه فدوى لعينك؟ شلون تحميهم؟ شلون انا اقصد المفروض من المفروض من المفروض يعني من المفترض انه هاي القوات تحمي الناس، اذا هاي القوات تقول احنا عندنا معلومات ونقدر نعرف وين المخطوفين او نقدر نعرف هاي الجهه ارهابيه او هاي ميليشيات مسلحه، ليش ما يتدخلون؟ اي اكو حكومه تدز قوات امنيه للساحه بدون سلاح، بدون سلاح هذا وين اكو؟ هاي وين اكو؟ زين واني اناشد اناشد الامم المتحده وأناشد الدول العربية، السعودية، الكويت، الأردن، مصر، كل دول العالم، الشعب يستغيث ارحمونا مثل ما احنا وقفنا لكم يوم من الأيام. لا هيك الغيرة العربية وينها؟ وينها الغيرة العربية؟ زين الخزعلي البارحة يستهزئ يستهزئ بالقرار مال اللي طلعوه على أمريكا مالت العقوبة، يتمضحك شن هالسلطة شن هالوقاحة. بس أوجه رسالتي للأبطال الثوار بساحة التحرير، اصمدوا اصبروا صابروا اتحدوا وإحنا وياكم لحظة بلحظة ندعي لكم والملايين تدعي لكم، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نصر قريب نصر قريب يا إلهي يا مولا. شكرا يا أم علي، شكرا جزيلا لك يا أم علي، كنت معنا من السويد. ابو سجاد من ذي قارة، تفضل يا ابو سجاد. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. الله يسلمك والله حبيبي. تفضل. صحتنا ان شاء الله باكر عن الفاسدين، عن احزاب الفاسده. نعم. عن احزاب الفاسده ومليانين وتعبونا كلش. نعم. ما شاء الله جميل الشمري. إن داري أمه جميل شعر، إحنا أصلنا في ديارة إلينا تمتصر. نعم. إن شاء الله باكر نتصر إن شاء الله. أنا بس أريد أقول لك شيء يا أبو سجاد، حتى حضرتك حبيبي. حضرتك وكل اللي يشاركون نسمع هاي كلنا سوية. جميل الشمري ارتكب مجزرة، نعم ما يختلف عليها اثنين، لكن هل جميل الشمري وحده؟ مو من العرب. شلون؟ عفوا؟ مو من شيمة العرب. لا لا انا 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 وياك، بس انا اريد اسال حضرتك سؤال. هل من المعقول او هل من المعقول انه احنا نحمل بس جميل الشمري مسؤوليه دماء شباب ذي قار؟ طيب ما الحكومه اللي معينه هذا اللي معينه جميل الشمري اللي مدد حاكمه اللي مدد حاسبه اللي ارتكب قبلها مجازر بمحافظات عراقية ثانية وسكتت عليه، هي تتحمل مسؤولية الدماء اللي بتسقط. عبد المجيد هم دول الأحزاب الفاسدة اجونا مدري منين ما منين. نعم. وقاموا على أولادهم وكسروا مساعدة ثلاثة مليار، هاي مو مشي مثل العرب، أنت رجال واليابا أنا جايكم. نعم. وشوف شو تسوي. نعم. والله لو طلعت 40 سنه قصامنا عند شاهد الله. نعم حقكم يا ابو سجاد، انتم ناس انتم ناس طلعتوا بشكل سلمي ان شاء الله. نعم حقكم، يعني انتم ناس طلعتوا بشكل سلمي، طلعتوا تطالبون بحق، تطالبون بوطن، تذبحون بهاي الطريقه. والله نعم جت بالليل وطلعت الساعه 9 10 الصبح خلوا. نعم اي والله كتبنا 30 شغل يا رب. ابو سجاد انا اشكرك وكان الله بعونكم وحقكم ما يضيع اكيد، يعني طالما اكو ناس مصره على اخذ حقها فخلص يعني الحق لن يضيع بالتقادم، وموجود ان شاء الله القادرين على ارجاع حقوق استرجاع حقوق العراقيين. ان كان طبعا نتمنى الرحمه وكذلك المغفره لجميع الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر في كل مكان في العراق، لكن من بقي حيا من مرتكبيها هذه المجازر والجرائم التي
ترتكب يوميا في العراق، من يبقى منهم حي سيحاسب أكيد، وهناك إن شاء الله القدرة والاستطاعة لدى الجميع العراقيين الوطنيين أن يحاكموا ويحاسبوا ويعيدوا الحقوق إلى أصحابها. ونتمنى طبعا الرحمة للشهداء، طبعا ارتقوا إن شاء الله ودماءهم تملأ الشوارع، لكنها علامة وإشارة إلى الاستمرار والثبات، كما ناشدت السيدة أم علي من السويد، الثبات والصبر حتى الفرج إن شاء الله. أبو سجاد من ذي قار، تفضل. أبو محمد من أربيل عفوا، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك وتحياتي قناة الرافدين البطلة، صدق قناة أصيلة، حياكم الله. والرحمة والغفران لشهدائنا، وإن شاء الله شفاء العاجل لجرحانا. نعم. أكو نقطة واحدة أريد أناشدها للمتظاهرين، إن شاء الله هم صابرين وإن شاء الله واصلين إن شاء الله حل، بس أكو نقطة أريد أذكرها. هم ظلم الشياد، جردوا الحكومة، الشرطة والاتحادية والجيش، جردوهم من السلاح. هسه يطالبون المتظاهرين، يطالبون الحكومة ارجع الأسلحة للشرطة الاتحادية والجيش، يرجعوهم السلاح حتى يعموهم. أستاذ محمد، نعم، أنا أريد أسأل حضرتك سؤال يا أبو محمد. من اللي أطلق القنابل المسيلة للدموع اللي استهدفت المتظاهرين والرصاص الحي اللي اخترق جماجمهم واخترق صدورهم في ساحات التظاهر في بغداد؟ من هي هاي الجهة؟ هي طبعا معروفة للجميع. أستاذ محمد، من هي الجهة؟ هم الحكومة، الميليشيات، الميليشيات اللي تابعة لإيران. تمام. ال- 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 القوات اللي كانت واقفة على الجسور اللي استهدفت المتظاهرين وهي ترتدي زي قوات حكومية عسكري، مو هي هاي القوات الحكوميه لو هي هاي منو؟ هي نفس الميليشيات، الاحزاب. تمام. اللي هسه تحكم العراق. لا، مو احنا النقطه اللي بدنا اقصدها، لا، التقرير الحكومي اللي طلع بدايه الاحداث اللي قال انه عندنا خروقات باجهزتنا الامنيه وبعض القيادات هي اللي اطلقت النار، هو اعتراف حكومي ان قواتها، القوات الحكوميه، استهدفت المتظاهرين بوقت من الاوقات. الان دخلت ميليشيات على الخط ايضا. موضوع سحب السلاح، يعني أنا سؤالي من هذا اللي طرحته، شنو هل إعادة السلاح إلى هاي القوات المسحوبة السلاح منها المجردة اللي هي القوات الحكومية، هل حيحمي فعلا المتظاهرين من الميليشيات، من الكواتم الصوتية ومن فرق الخطف والاغتيال؟ أستاذ محمد، أكو جيش بوطنيين، وأكو الشرطة، نفس الشرطة. الشعب العراقي، ليش هم جردوهم من السلاح؟ لأن خافوا من الانقلاب، خافوا من الجيش، خافوا يصير ويا المتظاهرين يضربون الأحزاب، ولهذا جردوهم من السلاح. طيب محمد، تمام، أنا أشكرك أبو محمد، كنت معنا من أربيل. طبعا لو خليت قليبت، يعني أكيد إحنا ما نتكلم بمبدأ العموم، لكن نتكلم بمبدأ أن القوات التي استهدفت المتظاهرين، القوات التي قتلت أكثر من 500 شخص في بداية الأحداث وموجة الثانية كذلك مع الموجة الثانية، هذه القوات هي قوات حكومية، قوات حكومية اعترفت السلطة بذلك، حاولوا أنه يلبسون الموضوع ببعض القيادات ويسوهم أكباش فداء، حاولوا، لكن هي معلومة للجميع. دخلت الميليشيات على الخط بالتوازي طبعا مع هاي القوات اللي قمعت المتظاهرين. جميل الشمري يعني قائد عسكري، قوة حكومية، والقوات اللي قتلت هي قوات تابعة إلى قوات حكومية. يعني احنا بس حتى لنهمل نقطة وننسى دماء الشهداء اللي سقطت، تتحمل مسؤوليتها أجهزة حكومية، جيش وشرطة وقوات تدخل سريع. مجزرة كربلاء من الذي قام بها؟ قوات التدخل السريع هي التي قامت بقتل هذا العدد الكبير في محافظة كربلاء وأسالة الدماء، هذه قوات حكومية. الميليشيات والقوات الحكومية، وليس الكل من القوات الحكومية، هناك بعض القيادات، حتى عرضت هاي المقاطع، قيادات كانت توعي أفرادها بعدم التعرض للمتظاهرين، نعم، لكن هي جزء بسيط من منظومة كبيرة. المنظومة الكبيرة تقول أن هذه الأجهزة الحكومية بقيادات كثيرة، كما شاهدنا في البصرة، كما شاهدنا في ذي قار وغيرها، كانت تعطي الأوامر لقمع المتظاهرين،
والميليشيات تسير على نفس النهج، فالحذر يجب أن يكون من الجميع. يعني لن أمن حتى لطرف معين وننسى أنه في ضمن هذه القوات التي أسسها الاحتلال هناك فرق تختال وتقتل، فحتى لا ننسى هذا الشيء. معنا نوفل من ذي قار، تفضل يا نوفل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي كلمة على القضاء في العراق الفاسد. تفضل أستاذ. يعني إذا واحد يأخذ راجي حكمة محسنة وهاي الأحزاب الفاسدة تابعة لها، نعم، لا محاسبة، لا والله ملينا، والله ملينا، قال يوم مرنا أبو هاشم وعلم طفل. شلون؟ بس عيد لي هاي النقطة مال أبو هاشم. خلي يمرنا أبو هاشم بس يمرنا وعلي يطبس في الخضرة. يا عمرك شو تسوي يعني؟ خلي يمرنا أبو هاشم. يا عمرك شو تسوي أبو هاشم؟ مقتدى الصدر، يا عمرك شو تسوي يا نوفل؟ يعني شو تتوقع منا يا عمرك؟ شو جو أبو هاشم؟ يمرنا لو يقول بروحكم جو سيارة مثل ما حكينا. طيب. أنا عندي سؤال لك يا نوفل. حبيب. نوفل، مقتدى الصدر كم نائب بالبرلمان عنده؟ طيب أجاوبك، عنده 54. طيب كم وزير عنده؟ كم وزير عنده؟ نوفل، أنت مو تيار صدري؟ ألو قل. أي مقتدى الصدر عنده حلو. عنده 6 وزراء. طيب أنا عندي لك سؤال يا نوفل. يعني مقتدى الصدر عنده 6 وزراء وكذا نائب، أكثر من 50 نائب، وعنده محافظين وعنده كذا، ومشارك بالحكومة من أول يوم بالعملية السياسية. احنا مو نقول هاي الحكومة حكومة فاسدة، أقصد المتظاهرين مو يقولون هاي الحكومة حكومة فاسدة. الحكومة الفاسدة يعني كل اللي بيها فاسدين يا نوفل، لأن الشعب طلع حتى يسقط هاي الحكومة. لما مقتدى الصدر يكون عنده طرف بالحكومة صار له 16 سنة بالعملية السياسية، مشارك بوزراء ونواب وياخذ فلوس وحصانة وامتيازات، مقتدى الصدر واحد منهم. الناس اللي قالوها يا نوفل، أهالي البصرة، أهالي البصرة المتظاهرين إيش قالوا؟ قالوا شلع قلع والقالها وياهم. أنا أريدك تراجع نفسك، وقت الحلقة خلص، أنا أريدك تراجع نفسك يا نوفل. البلد، أنا أشكرك، أي تفضل أسمع منك آخر شيء، تفضل. أي تفضل. غير أبو هاشم كفيلك الله نفسك، ودول الباقي كلهم تبع إيران وتبع للسعودية وتبع كيف. طيب نوفل أنا أشكرك. مشاهدينا الكرام، استمعتوا إلى السيد نوفل يقول احنا اذا امرنا نذب نفسنا جوا السياره نذب. طيب الوطن ما يسوى منك ان انت تضحي في سبيل بناء هذا البلد، في سبيل ابنك وحفيدك والاجيال القادمه؟ مقتدى الصدر يعني بالمظاهرات تاريخه معروف، ارجعوا وتابعوا السنوات اللي فاتت، شوفوا شلون وصل انه هو دخل بخيمه بالمنطقه الخضراء واعطى اوامر الناس واتباعه، والسيد نوفل اكيد واحد منهم، هو يقول وأحبط الناس وسحب المظاهرات ودمرها. واتصل بينا سابقا واحد من التيار الصدري اللي كان غاضب جدا من اللي سواه مقتدى الصدر وقتها، وقال دخلوا إيرانيين الخيمته وفد، طلعوا الإيرانيين نص ساعة انفضت المظاهرات. هذا كلام وموجود الحلقات على الإنترنت وبإمكانكم ترجعون وتشوفوها. يعني أنت تنتظر مقتدى الصدر يأمرك؟ مقتدى الصدر ما الذي قدمه للمظاهرات؟ هو مرفوض أصلا من المتظاهرين. عموما وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.